السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أم زياد. اليوم جيتكم بواحد الكيك اللي تيجي رائع 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 بزاف. كنصيبوه بالدقيق الكامل. تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخر باش تشوفوا المقادير. السلام عليكم، غنصيب معكم هذا الكيك. هذا غنعطيكم المقادير ونخلط في نفس الوقت. نجيب الخلاط، عندي هنا 4 ديال البيضات نديرهم في الخلاط. هاد البيض هذا حرارة المطبخ ماشي في الثلاجة. هنا غنزيد كاس معمرش ديال السنيدة، كاس ديال العنبة، نزيد هنا كاس ديال الزيت، شويه المليحه، نضيف هاد الياغورت هذا كراميل، نزيد واحد شويه ديال الخل، نزيد معلقه صغيره عفوا غندير واحد الحفنه ديال القرقاع، شويه اللوز. معايا ما عنديش القرقاع بزاف، درت لوز وقرقاع. هنا غنطحن هذا الخليط كله ونرجع معاكم. هانتوما ملي تطحن الخليط ديالنا، دابا غنبدا نضيف في الطحين بشويه بشويه. هنا عندي الحرش، هانتوما غندير على حسب الخليط. عندي واحد الفانيليا غنخويها، عندي جوج ديال الخمارات، عندي واحد المعلقه ديال الكونفيتير ديال الفريز. نبدا نضيف هكا يا الطحين، الطحين راه مغربل. هانتوما الخليط ديالنا كيفاش ولا. هاد الكيك هادي كتجيب بالطحين الكامل، الطحين اللي فيه نخاله، كتجي غزاله 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 بزاف. كنجربوها، راها زوينه وصحيه. شو كنخليو الخليط خفيف، ماشي ما كنتقلوهش باش جينا الكيك ديالنا خفيف. عندي هنايا المول اللي دهناه بالزبده ورشاه بالدقيق اللي درت به الكيك، الحرش ماشي الحرش ديال النخال عفوا. انا نكب هاد الخليط ديالي، هانتوما كيفاش مرخوف. وخاصنا نهزو هكا الاناء ديالنا باش تجي الكيك ديالنا خفيف من الداخل. نحبطو هادشي كله، هانتوما الكيك ديالنا كيفاش كيجي الخليط، كيجي خفيف. هاد الكيك هذا رانا شاعل الفران، غندخلوه يطيب، شاعل الفران ديال الغاز، وملي غنخرجو غنوريكم واحد السقوة ديالو. دابا هنا عندنا هاد الليمون هذا اللي هو هكا احمر، نعصروه. انا راه عاصرة، غير بغيت نوريكم. هانتوما هنا عندي كسرونة، نديرو في الكسرونة، ونزيد عليه نص كاس ديال السكر، ماشي ماشي نص كاع، غير ربع ديالو سمحوا ليا. ونزيد واحد نص كاس ديال الماء، وعندي واحد الفانيليا. نحركو مزيان وغندي فوق البوطة، غيبقى يطبخ حتى يولي سيرو. انا غنوريه لكم اللي غيولي سيرو نسقي به الكيك ديالي. هذه هي الكيك ديالنا، هانتوما كتجي محمره حيت فيها هذاك الدقيق الكامل ديال النخاله، كتجي غزاله كتجي رائعه. هنايا غنسقيها بهذاك الليمون اللي درتو السكر و الفاني.
انتما راه ما كيتسحب لي كنصور وانا ما صورتش من ناحيتها من الطاوه، لقيت راسي ما مصورهاش. ها انتما شوفوا راه بانت لكم الكسرونه قبيله عامره، دابا كيبقى يطيب حتى كيبقى بحال هكا بحال كراميل، كينقص بزاف. كنسقيوها كلها هكا. ندخلوا له هاد السقوه، ونزينوه بداك القرقع مهرمش حنا درناه معاه لداخل، ودابا نزينوه هكا. نتمنى من الله تعجبكم هاد الكيك هادي وتجربوها، غير جربوها راها رائعه، كتجي صحيه فيها فواكه جافه. حنا كنقدموا معاه واحد العصير اللي درناه بالليمون والتفاح وشويه ديال السكر، السكر على حسب الحلاوه اللي كيجي غزال. هانتوما تقدروا تقدموها مع قهوه. هانتوما كيفاش كتجي، راه كتجي رطبه كتقطع بسهوله ولذيذه. صحتكم وراحتكم. هي هذه الكيك ديالنا، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه فيها بنه القرقاع. نتمنى من الله تعجبكم هاد الكيك هادي اللي صيبت، وما تنسونيش بلي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وخلوا لي شي كومنتر زوين بحالكم. نتمنى من الله تعجبكم هاد الكيك هادي وتصيبوها، غير صيبوها راه غزالة كتجي بنينة. نتمنى من الله تعجبكم وفي فيديو اخر ان شاء الله.